انا عارف ان انت دائما متابع جيد للدوري المصري. شفت مباراه الاهلي والزمالك ازاي وفوز النادي الاهلي على نادي الزمالك بخماسيه مقابل 3 اهداف؟ اعتقد انها كانت مباراه رائعه، مباراه جيده جدا. وبالنسبه لكوتش بيتسو موسيماني استطاع قراءه المباراه بشكل جيد واستطاع الاعداد للمباراه بشكل رائع، فأعتقد أن الأهلي أدى مباراة أفضل من الزمالك بشكل كبير. أعتقد أن الجميع يتفق معي أن الأهلي كان يستحق الفوز، وخصوصا عمرو السولية والأسيست الرائع الذي قام به في المباراة. طيب بسألك، يعني تدربت عمرو السولية قبل كده، ايه رأيك في أداء عمرو السولية مع النادي الأهلي والأسيست الرائع اللي عمله الحقيقة؟ فيها مدى الأهلي حسنا، منذ عام 2010 أنا دربت عمرو السولية عندما كنت في الإسماعيلي. كان يبدأ المباريات وكان من اللاعبين الأساسيين معي، كان لاعبا كنت أعتمد على عمرو منذ أن كان شابا. هو كان لاعبا صغيرا ولكن كان مميزا، فبالتالي استحق في وقت من الأوقات أن يكون كابتن الفريق. فعمرو السولية لاعب رائع.